الآن نرحب بضيفتنا الدكتورة أمل العبادي، عميدة كلية الزراعة التكنولوجية جامعة البلقاء التطبيقية، للحديث عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للزراعة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي. أهلا وسهلا، نورتينا. صباح الخير دكتورة. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. نورتينا، أهلا وسهلا. يعني دكتورة، هذا المؤتمر الأول من نوعه في جامعة البلقاء التطبيقية، ونتحدث اليوم عن هذا المؤتمر وتحديدا بمشاركة العديد من الدول وبعض المراكز المتخصصة في البحوث الزراعية. نعم، فعليا جاءت يعني فكرة هذا المؤتمر من الوضع الزراعي الراهن والوضع الغذائي، ليس على مستوى الأردن فحسب وإنما على مستوى العالم. الآن عدد الجياع في تزايد مستمر، هناك فجوة كبيرة ما بين الواقع الزراعي والتقنيات الحديثة والتي تدار في جميع أنحاء العالم. فكانت الفكرة لابد من تسليط الضوء على مفهوم الابتكار الزراعي، وتسليط الضوء أيضا على مفهوم الأمن الغذائي، وضع الموضوع على طاولة النقاش، وجود الباحثين من مختلف أنحاء العالم للنقاش في هذا الموضوع، تقديم أوراق بحثية وعلمية سيساعد قطعا في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي. كان مؤتمر ضخم، يعني مشاركة 200 مشارك. نعم. تقريبا دول عربية كثيرة، كانت أكثر من 23 دولة عربية. نعم، أبرز ما تم مناقشته بهذا المؤتمر. فعليا احنا حاولنا بهذا المؤتمر شوية نشتغل بطريقة مختلفة عن المؤتمرات السابقة. حاولنا يكون المؤتمر في البداية يحمل في طياته العديد من ورش العمل. حاولنا نبني شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ومع الجهات والمنظمات الدولية. المشاركات كانت من معظم الدول العربية شاركوا في المؤتمر، وكان في عنا مشاركات من الصين وألجيريا وهولندا ومن تركيا. فعليا بهذا المؤتمر عدد المشاركين وصل لأكثر من 200 مشارك. حاولنا فعليا أنه نضع التقنيات الحديثة أمام طلبتنا، أمام المهندسين الزراعيين، أمام المزارعين، أمام الخريجين حديثي التخرج. تستخدم تقنيات حديثة جدا في موضوع الزراعة، خاصة الصين يعني. نعم، 100%. هلأ دائما إحنا مرتبط موضوع الابتكار الزراعي باستخدام التكنولوجيا والأجهزة الحديثة. طيب. والأجهزة غالية الثمن، لكن فعليا احنا في المؤتمر خرجنا انه احنا ممكن يكون في عنا حلول بتكاليف بسيطة، وتكون هاي الحلول قادمة من الطبيعة، مش محتاجين دائما انا نستخدم التكنولوجيا المعقدة او ذات التكلفة العالية، بالذات في بلد زي الأردن يمكن امكانياتنا محدودة. على الرغم من ذلك انه احنا في المؤتمر يعني، ولما كنا بنحاول نتواصل مع المنظمات والجهات الداعمة والشركات الخاصة، كمية الإبداع اللي موجود والتقنيات الموجودة في الأردن عالية جدا، لكن يعني فعليا إحنا محتاجين لمظلة توحد كل هاي الجهود وتصل هاي التكنولوجيا للشخص المعني اللي هو المزارع والمهندس الزراعي. جميل دكتورة، لكن اليوم في هذا المؤتمر أكيد تطرقتم إلى باب جدا مهم. اليوم تحدث عن الزراعة التقليدية والزراعة التكنولوجية، اليوم تحدث عن تحقيق التوازن ما بين الزراعة التقليدية، وإحنا ما راح نقدر نستغني عن الزراعة التقليدية مهما تطور التكنولوجيا. لكن اليوم كيف أوازن في تحقيق الزراعة من خلال التكنولوجيا أو الزراعة التقليدية؟ هلا الزراعة التقليدية هي زي ما حضرتك تفضلت، هي شيء أساسي، لكن إدخال التكنولوجيا هو يطور من الزراعة التقليدية، بيزيد من كمية الإنتاج، بيحسن من نوعية الإنتاج. يعني بمثال بسيط جدا، لو أنا مزارع وعندي مساحات كبيرة من الأرض، وأنا بضطر حسب احتياجات النبات أنه أنا مفروض كل 3 أيام لازم أروي، كل أسبوع لازم أسمد، وجود التكنولوجيا وجود سنسورات داخل التربة أو على الشجر بيحدد لي مواعيد الري، بيحدد لي كميات الري، بيحدد لي كميات الأسمدة ونوعية السماد، وبالتالي هذا رح يوفر كلف عالية جدا. إذن هو مكلف على المزارع في البداية بس بعدين حيوفر كتير، يوفر كتير أيدي عاملة، رح يوفر يساعد على إعادة بناء التربة، رح يوفر في كميات المي، ورح يزيد الإنتاج. لأنه دكتورة في كتير مزارعين ما عندهم الوعي الكافي، بقول لك أنا بتبع الزراعة التقليدية، أنا ضامن أموري فيها، عارف قديش رح أدفع، عارف قديش رح يجيني، فبخاف يغامر. صحيح. إنه يدفع أكثر ويستخدم أساليب تقنية 100%. حديثة. لكن زي
زي ما احنا حكيت فعليا التقنيات الحديثه هاي احنا حافظنا على الشكل التقليدي للزراعه، ما تدخلنا في نوعيه الزراعه او نوعيه التربه، ولكن طورنا في الامكانيات اللي ممكن المزارع من خلالها ينتقل في الزراعه على مستوى اعلى، يحسن الجوده والنوعيه. حتى في كثير ناس بيقولوا طب بعد الوقت كمان. والوقت بالزبط. يعني كثير ناس بيعترضوا بيقولوا طب احنا اذا دخلنا التكنولوجيا معناها انا راح استغني عن الايدي العامله، طب معناها انا زدت البطاله، لكن فعليا استخدام التكنولوجيا راح يحفز الناس انهم يستثمروا في اراضي. انتم بتعرفوا عندنا مساحات عاليه جدا من الاراضي لم تستغل الى الان بسبب ضعف الامكانيات، فانا اذا وفرت الامكانيات وصار في عندي انا مش محتاج ايدي عامله معناها انا راح اتوسع في الزراعه، فهذا ايضا راح يخلق فرص عمل جيده للمهندسين الزراعيين. دكتوره في ضوء يعني بجوز تتسارع فيه التغيرات المناخيه والبيئيه في الفتره الحاليه والقادمه كما نشهد وكما يشهد العالم تحديدا، كيف بقدر احافظ على الامن الغذائي تحديدا في هذا المؤتمر؟ ماذا تناولتم لخطط مستقبليه للزراعه؟ كيف ممكن امن الغذاء؟ وكيف ممكن اليوم استخدم التكنولوجيا في تحقيق هذه المتغيرات؟ نعم، هلا موضوع التغير المناخي يعني هو موضوع مش فقط على مستوى الأردن، هو على مستوى العالم، وفعليا بدأ يأثر سلبا على القطاع الزراعي. استخدام التكنولوجيا الحديثة فعليا رح يقلل من تأثير التغيرات المناخية، لأنه ببساطة لما يكون أنا عندي ألارم أو عندي كنترول في داخل مزرعتي أو في عندي أبليكيشن إذا صار في عندي صقيع توصلني ألارم أنه في صقيع، فبالتالي أنا بعمل الإجراءات الملائمة قبل حدوث الصقيع، بالتالي أنا ساعدت على حماية المحصول. باستخدام التكنولوجيا بتساعد المزارع أنه يتغلب على التغيرات المناخية أو يتكيف معها ويتعامل معها بحذر شديد بحيث أنه يوصل للإنتاجية ضمن هاي الظروف وضمن هاي المعطيات. الآن الزراعة الزراعة داخل البيوت البلاستيكية أصبحت أيضا كمية الرطوبة متحكم فيها، الحرارة متحكم فيها، البي اتش تاع التربة متحكم فيه، وكله بسنسورات. جميل. وبالتالي بطل في عندي مخاطرة شديدة على المزارع نتيجة أي تقلب مناخي، فهو يستطيع الآن الزراعة تحت ظروف يعني هو متحكم فيها بالكامل، وبالتالي هذا قطعا رح ينعكس على موضوع الأمن الغذائي. طيب دكتورة، من خلال هذا المؤتمر قدرتوا مثلا تأمنوا دعم للمزارعين أو تأمين شراكات خارجية لحتى تدعم أعمال اللي بيقوموا فيها؟ هلا يمكن هاي من أحد أهم أهداف المؤتمرات أنه إحنا فعليا نبني شراكات تشبيه. حقيقية يعني صدقا عزيزتي لما بلشنا نفكر بالمؤتمر كان أكبر تحدي إن الدعم المالي اللي إحنا بدنا نحصله عشان المؤتمر. أنت عارفة معظم الناس بيجي بقولك أنا بدي أشارك بمؤتمر ما معي رسوم المؤتمر، ما معي رسوم التنقلات، الإقامة، فهاي كلها تكاليف عالية جدا، فكان بالنسبة إن هذا هم كبير. ولكن فعليا وجدنا دعم كبير جدا من المنظمات الدولية، المؤسسات الخاصة، القطاع الخاص، الجامعة، المركز الوطني، يعني معظمهم الشبكة الإسلامية لإدارة تنمية مصادر المياه، يعني كانوا من الداعمين الرئيسيين، الفوسفات، البوتاس، يعني كلهم قدموا لنا الدعم بالذات لما عرفوا أنه على هامش المؤتمر ستقام مجموعة من الورش التدريبية، وفعليا إحنا أقمنا 8 ورش تدريبية. روعة. فتخيلي هاي الورش التدريبية استفاد منها مزارعين، استفاد منها مثلا في قطاع النحل ورشة تدريبية لمدة 3 أيام خبراء من الخارج من بلغاريا، من العراق، من غزة، قدموا معلومات قيمة جدا للنهوض بالقطاع ومعلومات كانت جدا مفيدة للنحالين، وتعاون معنا بهذا المجال الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين. الشبكة الإسلامية قدموا لنا ورشة كانت جدا مميزة في حلول ابتكارية لموضوع الحصاد المائي، استفاد منها مهندسين زراعيين، استفاد منها مزارعين، استفاد منها قطاعات كبيرة اللي بيشتغلوا في موضوع المياه. اليو ان دي بي أيضا قدموا لنا حلول إبداعية أيضا في مواضيع الزراعة المائية، الجمعية العلمية الملكية، ففي عنا جهات النخيل، يعني كان في عنا يوم متكامل لورش للنخيل للمزارعين كنا مستهدفينهم. خاصة تمورنا غير شكل وعم بنصدر لكل العالم 100%، فهدول يعني فعليا المزارعين يعني كتير كانوا مبسوطين أنهم أول مرة بيتعرضوا أو بياخذوا معلومات كانت قيمة في موضوع إدارة بساتين النخيل، الأمراض، انه كيف يعملوا موضوع ما بعد الحصاد، كيف يحفظوا التمور بشكل امن وسليم. ففعليا لما معظم الجهات وجدوا انه في اهداف قيمه للمؤتمر وانه في ناس راح يستفيدوا، تلقينا دعم الحمد لله رب العالمين غطى تكاليف المؤتمر، والناس كانت جدا يعني متفاعله ومبسوطه. عملنا جولات ميدانيه على مزارع مميزه عندنا في الاردن، ساهمنا فعليا بالمؤتمر ترويج الاردن زراعيا سياحيا، بنينا شبكه من العلاقات، والان الحمد لله رب العالمين في كثير جهات عم
بتواصلوا معنا علشان نعمل مشاريع على مستوى الدولي عشان بالهدف الأساسي دعم القطاع الزراعي. فأنا الحمد لله راضية جدا عن المؤتمر وراضية عن المخرجات اللي طلعت منه والشراكات اللي إحنا كانت شراكات حقيقية ما كانت على الورق فقط. نعم. طيب دكتور اليوم تحدث عن الأمن الغذائي، اليوم دور الأمن الغذائي تحديدا في توفير الكم والنوع. نعم. لكن نروح للنوع شوي، اليوم قديش مهم وركز هذا المؤتمر على نوعية المنتج الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية، مش بس محليا، نتحدث عن التصدير برضو كمان بعض الزراعات الموجودة عندنا، قديش مهم اليوم نركز على نوعية ونوعية كمية هذه المزرعة. نعم، يعني هو أنا بصراحة دائما يعني يمكن بعض الناس بيعارضوني بهذا المفهوم، أنا أجد أنه الأمن الغذائي مش فقط بالكمية. نعم. يعني مش فقط أنا بدي أعطي الشخص حاجته من السعرات الحرارية، نوعية الغذاء جدا مهمة، لأنه الآن أنتم بتشوفوا قديش عندنا حالات فقر دم، عندنا حالات هشاشة عظام، عندنا حالات سوء نمو عند الأطفال، مشاكل في الوعي في الإدراك، هذا كله ناتج عن سوء التغذية أو نوعية الغذاء. فإحنا فعليا بالمؤتمر ناقشنا كتير موضوع مثلا استخدام المبيدات بشكل عشوائي في داخل القطاع الزراعي وتأثيراتها على الصحة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية ومتراكمة، قد تكون بعضها يعني كارسينوجينك إذا استخدمت بكميات هائلة وغير مدروسة. كمية الأسمدة الغير مبررة قديش راح تأثر على التربة وراح تأثر على نوعية الغذاء. فكان إحنا همنا في المؤتمر أنه نركز على الأمن الغذائي بشقه النوعي وال كم وكيف إحنا ممكن نحقق هذا المفهوم ونوصل بالغذاء الآمن لجميع طبقات المجتمع، سواء الطبقات الفقيرة أو حتى الطبقات الغنية، لأنه نوع الغذاء جدا مهم. نعم. نعم. الخطة المستقبلية دكتورة، يعني إحنا بداية كل مؤتمر بنكون متحمسين وعم بنحضر، بس بعد هيك للأسف ما بيكون دائما في تطبيق. نعم. شو الخطة اللي اتبعتوها لحتى يكون في استدامة لكل هاي الأعمال اللي ناقشتوها في خلال المؤتمر؟ مع رسالتك أكيد لكل الأخوان المزارعين والمشاهدين أيضا. أكيد. هلا هي الخطط المستقبلية والطموح كبير أكيد، يعني إحنا عندنا طموحات كبيرة، يعني إحنا كون أنه كان شركاء معانا جهات يعني صاحبة قرار في على المستوى الأردن على المستوى العالم العربي، يعني كان معانا الفاو والمركز الوطني، الشبكة الإسلامية، اليو إن دي بي، أدفانس كونسلتنت، وهم هدول شركات كبيرة. فكنا إحنا جميعا متفقين على أنه إعادة بناء القدرات للعاملين في القطاع الزراعي هذا هم، وكلياتنا متفقين أنه لازم إحنا نعمل على تأهيل هاي الفئات حتى يكونوا قادرين فعليا على قيادة القطاع الزراعي ووصوله إلى العالمية، وفعليا نحقق أو نقلص الفجوة ما بين الحاجة الحقيقية واللي موجود في السوق. فعليا بنسعى إحنا ككلية الزراعة أنه نقدم لطلابنا نوعية تعليم جيدة تمكنهم فعليا أنهم هم يقودوا القطاع الزراعي. نعم. على أرض الواقع. إحنا بدنا نشكرك دكتورة أمل العبادي، وأنت عميد كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة أبو القاء التطبيقية، شكرا لك، شرفتينا، نورتينا، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. شكرا. يعني مستمرين أكيد مشاهدينا الكرام بفقراتنا الصباحية لهذا الصباح، ولكن بعد الفاصل.